آلية جديدة تضمن حصول المسافرين على الدولار بشكل سلس في المطارات العراقية، من المؤمل أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، وسيكون حصول المسافر على العملة الأجنبية من خلال التسجيل عن طريق المنصة والاستلام في المطار لضمان وصول الدولار إلى المسافر الحقيقي. هذا ما كشف عنه محافظ البنك المركزي علي العلاق، مؤكدا قيام البنك بتطوير هذه الآلية مع وجود شركات الصرافة المعنية والمصارف بتوزيع الدولار. وتأتي هذه الآلية مكملة لحزم من القرارات والإجراءات التي أصدرها البنك المركزي منذ العام الماضي لسد ثغرات تسريب العملة الصعبة إلى السوق الموازية أو تهريبها إلى الخارج، إضافة إلى ضمان حصول التجار والمستوردين على الدولار لتسيير التجارة وتنظيم عمليات الحوالات الخارجية للمؤسسات والشركات وكذلك المواطنون لأغراض السفر والعلاج والدراسة بعد التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية حصراً، والسماح بفتح منافذ ومكاتب لبعض المصارف الحكومية والأهلية وشركات الصرافة في ATA في 4 مطارات داخل البلاد لتسهيل حصول المسافرين على عملة الدولار. كما قرر البنك المركزي في أيلول الماضي حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار باستثناء تلك التي تسلم إلى المسافرين، وسط تأكيد بأن للبنك إمكان إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار سواء كان شخصية أو تجارية أو أي نوع من الأنواع ما دام صحيحة ومشروعة وتطمين حكومي بقوة وحجم الاحتياط الأجنبي. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، بغداد.